مساء الخير يا شباب. ده الفيلم الموجز عن جاوسز لو الجزء الاولاني. الاول ماتماتيكال الباك جراوند، حاجه مفيده كده علشان الشغل بتاعنا. الاريا هنتعامل معاها انه السيرفس اريا هي ليها فيكتور يعبر عنها، عكس ما الناس عاده كانوا متخيلين ان الاريا كميه سكيلر. في الحقيقه احنا هنتعامل معاها لان هي كميه فيكتور، ويمثلها فيكتور او متجه يكون بيربنديكولار على السيرفس، عمودي على المسطح، وبيكون الطول او الماجنتيود بتاع الفيكتور ده يعبر عن المساحة. يعني مثلا لو كانت المساحة دي مستطيل طوله a وعرضه b، هيبقى المساحة a times b، a في b، ويبقى ساعتها الفيكتور الممثل للمستطيل ده كمساحة هو متجه عمودي على المستطيل، والطول بتاعه او الماجنتيود بتاعه بيساوي القيمة العددية اللي حاصل ضرب a في. كذلك لو كان مثلا المساحة دي كورة، هيبقى مساحة السطح بتاعتها 4 باي ار سكوير، وير ار از ذا ريديوس اوف ذا سفير، حيث ار هو نصف قطر الكورة. وهيبقى المتجه الممثل لهذه المساحة هو العمودي عليها اللي هو نصف قطرها، عادة نصف قطر الكورة هو العمودي على السطح بتاعها، وده بنسميه الاتجاه النصف القطري او الاتجاه الراديال. بعد كده لو كان عندنا سلندر مثلا، هنقول انه السلندر دي ليها ثلاث أسطح، سطح علوي وسفلي وسطح جانبي. الثلاث أسطح دول ليهم ثلاث عمدان يمثلوهم عمودي على التوب لفوق، وعمودي على البوتوم لتحت، وعمودي على اللاترال سيرفيس أو سطح جانبي. هيبقى هو الاتجاه نصف قطري، لأن ده حاجة مقطعها دايرة، والعمودي على الدايرة هو نصف قطرها. لو كان عندنا مثلا parallel pipe زي ده اللي هو متوازي مستطيلات، هيبقى كل سيرفيس من دولة ليه عمودي عليه. يعني عندي هنا ست أسطح، فهيبقى فيه ست فيكتورز يمثلوا الست أسطح دولة. والناس اتفقوا على إنه الفيكتور اللي بيمثل سطح في closed volume أو في حجم مقفول، سواء كان كورة مقفولة أو سلندر مقفول أو متوازي مستطيلات مقفول، بيبقى المتجه ده هو العمودي لبره. انت ممكن ترسم كمان عمودي لجوه، لان اي سطح فيه احتمالين لاتجاه الفيكتور العمودي عليه، لبره او لجوه، مثلا هنا يمين او شمال، مثلا السطح ده فوق او تحت. لو كان السطح مقفول ما عندناش غير اختيار واحد، وده ناخده باي ديفينيشن شيء مسلم بيه، اللي هو الاتجاه العمودي لخارج المسطح المقفول. لو كان المسطح مش مقفول من حقك تاخد اي احتمال من الاثنين، لكن عادة احنا هنتعامل مع اسطح مقفولة. الحاجة التانية المفيدة رياضيا ان احنا احيانا هنضطر ان احنا نتعامل مع تكامل على فوليوم. يعني مثلا لو كان عندي شحنة وبقسمها، وزي ما عرفنا من قانون كولوم ان ممكن نقسم الشحنة لو كان ليها ديستريبيوشن، وكان في ثلاث حالات، 1 دايمنشن و 2 دايمنشنز و 3 دايمنشنز. بعد واحد اللي هو linear charge distribution، وكان التكامل بتاعه بيبقى ان الكيو بتساوي لامدا دي تكامل لامدا دي ال، وفي السيرفس كان تكامل سيجما دي اريا، وكان في الثلاث ابعاد تكامل رودي دي. ممكن يكون بقى الدي في دلوقتي احنا بنتعامل معاه شحنه موزعه في كوره او شحنه موزعه في سلندر، فساعتها احنا هنضطر نقسم الكوره دي لشرايح لإليمنتس. كل element عباره عن spherical shell او قشره كرويه، هيبقى السمك بتاعها small dr، حتة صغيرة كده، ونص القطر بتاع الشيل دي small r، باعتبار ان هي جزء من كرة كبيرة نص قطرها capital r. الكرة حجمها عادة 4-3 باي ار تكعيب، فلو خدنا منها شريحة كروية اللي هي قشرة، تخيل ان انت معاك برتقانة وبتقشرها يعني، فالقشرة دي هيطلع الحجم بتاعها هو مساحة سطحها 4 باي ار تربيع في سمكها dr. ده هيطلع حجمها، هيطلع حجم القشرة 4 باي ار تربيع دي ار. يعني انت لو خدت القشرة دي السفيريكال شيل دي وقصتها وفردتها، هيبان عندك بارلل بايب او متوازي سطوح مساحة سطح احد الجوانب بتاعته، اللي هو مساحة سطح السفيريكال شيل دي اللي هو 4 باي ار تربيع، وهيبقى السمك بتاع البارلل بايب هو السمك ده اهو اللي هو هيبقى دي ار، فيبقى الحجم حاصل ضرب مساحة السطح في السمك اللي هو 4 باي ار تربيع دي ار. لو مش متخيلها كجيومتري ممكن تبص عليها بشكل حاجة تفاضلية، يعني ان ال V الحجم بتاع كورة بيساوي 4-3 باي ار كيوب، وتاخد تفاضله بقى، هيبقى ال DV بيساوي تفاضل الكلام ده 4-3 باي، وهنا هينزل لك 3 ار سكوير دي ار،
تلاتة مع تلاتة تروح ويبقى عندك أربعاية في باي ار سكوير دي ار. نفس القصة بالنسبة للسلندر، لو كان عندي volume distribution of a charge in the form of a cylinder هيبقى أنا مضطر إن أنا أقسم السلندر ده لشرايح اسطوانية، يعني cylindrical shells برضه. هيبقى الشريحة الاسطوانية سمكها صغير دي ار، ليها نفس الارتفاع بتاع السلندر اللي هو ال، وهيبقى ليها نص قطر القاعدة بتاعتها small r باعتبار انه نص قطر السلندر كلها capital R. وإذا كان حجم أي سلندر في الدنيا هو مساحة القاعدة the area of the base pi r square times the height أو مضروبة في الارتفاع L، فهيبقى الحجم ده لو حجم اسطوانة فحجم الشريحة الاسطوانية هيبقى التفاضل بتاع الكلام ده، يعني برضو pi r square L ده لما تتفاضل هديك pi في 2 r d r في L، فهيبقى المنظر بالشكل ده. ممكن برضه تتخيلها بالشكل الجيومتريكال، لأن أنت أخدت السفيريكال شيل دي على جنب كده وجبت مقص ورحت قصتها وفردتها، فهتديك المنظر ده. هتديك بارل بايبت اللي هو متوازي المستطيلات، سمكه هيبقى سمك الشريحة الاسطوانية اللي هو دي ار، ارتفاعه هيبقى زي ارتفاعها هو ال، وهيبقى طوله بالمنظر ده هو المحيط او السيركمفرنس بتاع القاعدة. تخيل انك قصيت كده بالطول ورحت فردتها، فيبقى هنا 2 باي ار ده هو الطول بتاع المستطيل، والعرض بتاعه هيبقى ال، والسمك بتاع المتوازي المستطيلات دي ار، فلو ضربت التلاتة في بعض اللي هو طول في العرض في الارتفاع تاخد الحجم اللي هو 30 باي ار ال دي ار. يا تبص لها كده يا تبص لها كده. برضو من الحاجات المفيدة قبل ما نخش في شغل جاوس انه نعرف الاكسسيف تشارج ظروفها ايه. لو انا جبت اكسسيف تشارج يعني شحنة اضافية حطيتها على انسوليتنج ماتيريال او مادة عازلة، الاكسسيف تشارج دي بتريبل مع بعضها، بيحصل تنافر ما بين الشحنات، لكن للاسف ما تقدرش تتحرك نتيجة ان هي مفيش فري كاريرز، مفيش شحنات حرة او كاريرز حوامل الشحنات اللي هي الالكترونز انها تحرك بالشحنات وتبعد عن بعض. فهنا مثلا في فيجر 1 لو احنا حطينا على مادة انسوليتنج شوية شحنات موجبة في بينها قوة تنافر نفسها تبعد عن بعض، بس اللي هيحصل ان هي هتفضل مطرح ما انا سبتها، لان مفيش كاريرز يعني مفيش وسائل مواصلات هنا. انت سبت واحد في الصحراء فمش هيقدر يسيب المكان اللي هو فيه هيروح فين يعني. لكن في ال conducting materials او في الكوندكتورز المواد الموصلة زي الميتلز مثلا، فعادة الشحنات بتتنافر مع بعض وتقدر تتحرك، لان في free carriers في وسائل مواصلات الالكترونز، فتقدر الشحنات تتنافر وتبعد عن بعض وتوصل لالكتروستاتيك equilibrium او اتزان كهروستاتيكي. وكهروستاتيكي معناها كهربائي ثابت، استاتيكي او statics معناها حاجات ثابتة، فتوصل لاتزان كهروستاتيكي الكتروستاتيك ايكوليبريم بانه الشحنات دي تطلع على سطح الخارجي الاوتر موست سيرفيس، سواء بقى كان الكوندكتور ده سوليد من جوه مليان مصمت او كان مفرغ من جوه هولو، يعني مثلا دي سفيريكال شيل اللي جوه ده هواء فليها سطحين سطح خارجي وداخلي، فالقشره الكرويه دي السفيريكال شيل برضه لو حطيت عليها شحنات هتتنافر وتطلع بره، بغض النظر عن كون ليها سطح داخلي مفيش علاقة للموضوع ده، برضه تطلع بره الشحنة. الحاجة اللي بعد كده انه الالكتريك فيلد بقى بتاع الشحنات اللي على سطح كوندكتور، الشحنات دي بتتوزع بشكل يونيفورم وتبتدي يطلع منها الكتريك فيلد، دايما هيكون في اتجاه عمودي على اتجاه السطح المشحون. فمثلا هنا هيكون عمودي في الاتجاه الراديال بتاع الكورة، هنا هيكون عمودي على السلندر في اتجاه راديال بالنسبه لللاترال سيرفيس، وفي الاتجاه اللي هو عمودي فوق او تحت بالنسبه للقاعدتين. فاي كوندكتور عندي لازم اتعامل معاه لانه الالكتريك فيلد عمودي عليه بره، وده نتيجه حاجه بسيطه قوي ان الشحنات دي بتطلع، يعني دخلت الشحنه دي مثلا بتطلع الكتريك فيلد في كل اتجاه وجنبها في كل اتجاه وجنبها في كل اتجاه، المركبات اللي هي موازيه لسطح الكوندكتور هتكنسل بعض، يعني دي لو بتطلع حاجه كده دي بتطلع حاجه عكسها هيكنسلوا بعض، دي بتطلع حاجة كده بتطلع حاجة عكسها هي كنسل بره، لكن اللي راح في اتجاه عمودي لبره مفيش حاجة تكنسلها. آخر ملاحظة بالنسبة للكوندكتورز إنه لو أنا عندي كوندكتور ليه حواف حادة أو أنصاف أقطار ضيقة، عادة تركيز الشحنات في المناطق دي بيكون تركيز أكتر. ممكن تفهم الحكاية دي إزاي؟ يعني إيه اللي يخلي الشحنات تتجمع أكتر في الأماكن الحادة؟ هو عشان يحصل إلكتروستاتيك إيكوليبرام زي ما قلنا، وإنه يحصل اتزان كهروستاتيكي لازم الشحنة يكون عليها قوة متزنة، يعني مثلا الشحنة دي
يكون شمالها قوة بتأثر عليها تنافر ويمينها قوة بتأثر عليها تنافر، ويكون المحصلة بتاعتهم صفر. طب كويس، لو أنا جيت لشحنة في مكان ضيق جنبها المساحة اللي ممكن تشيل شحنات مساحة مش كبيرة، وشمالها في مساحة كبيرة جدا، يعني مثلا مسكت الشحنة دي هلاقي هنا فوقيها كل السطح ده مشحون، تحتها الحتة الضيقة دي رأس المثلث. فعلشان يحصل اتزان عند النقطة دي، من المنطقي إن يكون قصاد كل الشحنات الكتير أوي 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 اللي على السطح ده أهو، هيكون في المنطقة الضيقة دي في شحنات كتيرة برضو بس متركزة في منطقة ضيقة، بحيث إن الشحنة دي في الآخر يكون محصلة قوة التنافر أو repulsion forces اللي جاية لها من الناحية الكبيرة أوي دي الطويلة اللي مليانة شحنات، قد القوة اللي جاية من المنطقة الصغيرة. فطبيعي المنطقة الصغيرة تشيل شحنات كتير أوي، بحيث إن في الآخر يحصل اتزان كهروستاتيكي. والاتزان الكهروستاتيكي ده لازم يحصل غصب عن الشحنات، مش هينفع الشحنات تفضل تتحرك على طول على سطح كوندكتور من غير ما يكون في سورس، من غير ما يكون في مصدر، ده يتنافى مع مبادئ حفظ الطاقة وحاجات كتير. فلازم شحنات توصل اتزان كهروستاتيكي، وعشان ده يحصل لازم تكون محصلة القوة على أي شحنة بتساوي صفر. وعلشان ده يحصل لو في منطقة ضيقة لازم يكون فيها شحنات كتير عشان تقدر تعمل فورس تناظر الفورس اللي جاية من مساحة طويلة أو كبيرة فيها شحنات كتير، وبالتالي تبقى الشحنة اللي ما بين المنطقتين شحنة متزنة في مكانها. الالكتريك فلكس لاينز بقى دي قصتها ايه؟ لو انا دخلت ان عندي شحنتين موجبه وسالبه، فمن قانون كولوم انا عارف ان الشحنه الموجبه دي ليها الكتريك فيلد بيخرج منها، والسالبه اللي هي الكتريك فيلد بتسحبه عليها. في اي نقطه هاجي ادرسها هيبقى فيها محصله 2 الكتريك فيلد، وهي كميه متجهه فيكتوريال كوانتيتي، بعمل تحصيل اتجاهي او فيكتوريال سمشن للتو الكتريك فيلد. زي مثلا الكتريك فيلد طالع كده اهو، ودي الكتريك فيلد بتسحبه كده اهو، فيطلع المحصله ده. بس لو جيت عند النقطه دي هلاقي دي هي الريزلتنت، هلاقي دي الريزلتنت، هلاقي دي الريزلتنت، وهكذا. فاحنا ممكن نعمل مماس لكل هذه الريزلتنت عند كل نقطه، والمماس ده يمشي يمس دي تانجنت 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 تانجنت، فبيرسم لي لاين. اللاين ده بنسميه الكتريك فيلد لاين. الكتريك فيلد لاين او الكتريك فلكس لاين، خطوط الفيلد الكهربائي، هي خطوط بتترسم مماس لكل الالكتريك فيلد فيكتورز، بحيث انه عند اي نقطه اتجاه الالكتريك فيلد فيكتور بيبقى المماس. وهذه الخطوط ليها صفات كتير قوي، هذه الخطوط لا تتقاطع، مثلا they do not intersect، لانه لو تقاطعوا لو حصل، وده اخر سؤال وده احد الاسئله الموجوده في الانسولفد اللي انا كنت نزلت لها حلول في شابتر 3. لو حصل انه تقاطع خطين من دول، فمعنى كده نقطه التقاطع هيكون فيها اتجاهين الكتريك فيلد، وده ما ينفعش. يعني لازم الكتريك فيلد يكون ليه اتجاه واحد عند نقطه معينه. فمثلا لو تخيلنا ان هنا في خط تاني بيقطع، فهيبقى في الكتريك فيلد كده اهو، هيبقى في الكتريك فيلد تاني في اتجاه تاني، والاثنين الاثنين ليهم اتجاهين مختلفين عند نفس النقطه، ده مش منطقي، ما بيحصلش. فالخطوط دي ما ينفعش تقاطع، دي حاجه. الحاجه الثانيه، الخطوط دي بتعبر عن قوه الالكتريك فيلد، هي بتخرج من الشحنات الموجبه وتنتهي عند الشحنات السالبه. دي originate on the positive charges and terminate on the negative charges. مثلا لو انا عندي اتنين positive charges، كل واحده هيطلع منها electric field lines، وبعد كده في المنطقه الوسطانيه دي هتلاقي انه مثلا في قوتين مثلا قد بعض بيكنسلوا بعض هنا في المنطقه دي، فاضيه ما فيهاش خطوط، وبيمسوا بعض بقى هنا، يمكن يتقابلوا في الانفينيتي. نفس القصه في النيجاتيف، هي بتسحب عليها electric field lines، وهنا الاثنين في مثلا منطقه فاضيه لان في اثنين فورسز مسحوبين على الشحنتين وسايبين في مقدار متعاكسين في الاتجاه. من صفات بقى الالكتريك فيلد لاينز ان عددها يمثل الالكتريك فيلد كقوه. يعني مثلا لو انا بصيت لعدد الخطوط هنا مثلا ثلاثه بيقطعوا مساحه صغيره عموديه عليهم، فهقدر اقول ان في الكتريك فيلد مثلا اسمه اي 1 في المنطقه دي. لو الثلاثه اتفرشوا على مساحه اوسع، فده معناه ببساطه ايه؟ انه الالكتريك فيلد لاينز هنا مور باكد او موجوده في حزمه ضيقه، وهنا مفروشين في منطقه واسعه. فمنطقه اتوقع ان الكتريك فيلد هنا هيكون اقوى من هنا. فمعنى كده انه العدد والمساحه بتوع الالكتريك فلكس بيحددوا قوه الالكتريك فيلد. فمثلا عندي عدد اكبر في مساحه اقل، يبقى ده الكتريك فيلد اكبر. فلو قارنا الحالات دي مثلا في كيس 1 زي ما قلنا، ثلاث خطوط وثلاث خطوط بس دول ملمومين في مساحه ضيقه، فهيدوني الكتريك فيلد اكبر. هنا مثلا لو في نفس المساحة لقيت هنا ثلاث خطوط وهنا خطين، يبقى برضه الكتريك فيلد اكبر. في المسطح ده الخطوط الالكتريك فيلد مماسية، ما بتقطعش المساحة، فالمساحة دي مفيش الكتريك فلكس بيقطعها، فبتشوف الكتريك فيلد بتساوي صفر. فعلشان كده الالكتريك فيلد لاينز بتعبر عن قوة الالكتريك فيلد، بس شرط ان انا ادرسها على مساحة تكون عمودية عليها. ده اللي بيديني انديكيشن ليه معنى، لان المساحة الموازية ما بتقطعش الخطوط، وبالتالي ما فيش حاجة تتقاس، ما بتشوفش الكتريك فيلد. وعشان كده بنعرف الكتريك فيلد ان هو
عدد الخطوط على المساحة العمودية، وان جنرال هي دي فاي عدد الخطوط، حيث عدد الخطوط بنسميه الفلكس فاي بالنسبة للدي اريا نورمال. وحطينا رمز الديفرنشيشن عشان يبقى الشكل جنرال، لان يعني ممكن يكون الدي فاي والدي بيتغير مع الدي اريا، يعني مثلا عدد الخطوط على الاريا الفلانيه غير عدد الخطوط على الاريا اللي بعدها، فاحنا لازم نقسم الاريا. لو كان عندي نون هوموجينيوس الكتريك فيلد بحيث اني ادرس الفلكس عند كل اريا لوحدها، يعني لو كان عندي مسطح كبير هقسمه حتت وكل حته ممكن يكون عندها فلكس مش زي التانية. لو كان يونيفورم فيلد فخلاص هيبقى كل الفاي على كل الاريا النورمال وخلصنا، لكن لو مش يونيفورم يبقى دي الشكل الجنرال للتعريف، انه الالكتريك فيلد انتنسيتي بيساوي الالكتريك فلكس مقسوم على الاريا النورمال مش اي اريا، لان الاريا الموازيه ملهاش دعوه بالالكتريك فيلد. الوحده بتاعت الفلكس لاين من التعريف ده، الفلكس لاين هتطلع وحده الالكتريك فيلد مضروبه في الاريا، فالالكتريك فيلد نيوتن بير كولوم والاريا متر سكوير، وهتطلع الفاي وحدتها نيوتن متر سكوير بير كولوم. لو بصينا في شويه حالات كده هنقول ان الدي فاي بتساوي اي دي اريا نورمال ان جنرال، ده الشكل العام يعني. انا بس عملت ايه، بدل ما اقول اي بيساوي دي فاي باي دي اريا نورمال وديت دي اريا نورمال الناحيه الثانيه. لو جيت ندرس المسطح ده سطح مايل بالنسبه للالكتريك فيلد، الالكتريك فيلد هوريزونتال او افقي، والمسطح ده مايل عليه ويعبر عنه ب بيربنديكولار فيكتور اللي هو هنسميه دي اريا فيكتور، والانجل بتوين ذا دي اريا فيكتور اند ذا هوريزونتال لاين ريبريزنتنج ذا الكتريك فيلد از جيفن باي ثيتا، والزاويه ثيتا هنا من الجيومتري بتساوي الزاويه ثيتا هنا. فبالتالي انا لما اجي ادرس الالكتريك فلكس على هذا المسطح المايل مش هينفع، لازم احلله، لازم اعمله ريزولوشن ان تو دايركشنز، تو بيربنديكولار دايركشنز في اتجاهين متعامدين. فهيبقى المسطح ده اهو اللي هو هيبقى كده دي اريا في كوزاين ثيتا، والمسطح الافقي الناعم على الارض ده اللي هو هيبقى دي اريا ساين ثيتا. دي اريا ساين ثيتا ده مماس للالكتريك فيلد، وبالتالي ما ينفعش ان انا اقول في فلكس بيقطعه، الخطوط بتمسه من فوق لكن ما بتقطعوش. دي اريا كوزاين ثيتا ده هيبقى فعلا عمودي على الاريا، يبقى هو ده فعلا دي اريا نورمال اللي عندي. فانا ممكن اقول ايه، ان دي فاي بيساوي اي دي اريا نورمال، ودي اريا نورمال من الشكل ده اللي هو شكل عام بيساوي دي اريا كوزاين ثيتا، حيث ثيتا هي الزاويه ما بين الالكتريك فيلد دايركشنز والنورمال على الاريا اللي هو الاريا فيكتور دايركشن. وبالتالي انا عندي اتنين فيكتورز، واحد اسمه اي وواحد اسمه دي اريا، وبينهم زاويه اسمها ثيتا، وطلع لي في الحسبه بتاعتي اي ودي اي وكوزاين ثيتا. طيب ده فيكتور وده فيكتور وده الزاويه ما بينهم، يبقى منطقي ان اقول ان الحسبه دي بتساوي الدوت برودكت ما بين الاي فيكتور والدي اريا فيكتور، ويبقى الفاي بيساوي هو الانتجريشن على اي دي اي. الانتجريشن ده هحط عليه دايره عشان يبقى انتجريشن جنرال، لان هنا انا درست سطح مفتوح اللي هو السطح ده، بس انا حللته كده وكده، يعني هو ده مش مجسم مقفول الصراحه، هو السطح ده اللي هو المايل وانا حللته بس كده وكده، فالسطحين التحليلين دول مش موجودين في الحقيقه، فده مش مجسم مقفول، هو ده سطح مفتوح. لكن ان جنرال انا ممكن ادرس على سطح مقفول، وساعتها يبقى انا هحط الدايره دي عشان اعبر عن هذه الحقيقه، انه الفلكس فاي على اي سطح مقفول هو حاصل ضرب الالكتريك فيلد دوت برودكت مع الدي اريا. نبص حالات كتير كده عشان نفهم الموضوع اكتر. لو انا عندي بوزيتيف تشارج بالمنظر ده وحوطتها بالشكل المبعكك ده سطح مقفول، فهيخرج منها الكتريك فيلد لاين مثلا كده، وعند هذه النقطه هيكون في دي اريا فيكتور يعبر عن هذه النقطه من الفوليوم المقفول، فدي اريا بيكون كده اهو. ذا انجل بتوين ذا تو فيكتورز، الزاويه ما بين التو فيكتورز هي ثيتا، فالزاويه دي بهذا المنظر وفي اي نقطه ثانيه، جرب اي نقطه ثانيه اراوند ذس بادي ذس كلوز فوليوم، هتلاقي ان الزاويه ثيتا دايما ما بين 0 باي باي 2. برضه نتعلم ان احنا نشتغل بالراديان ما نقولش 90 درجه علشان الحسابات بتاعتنا تطلع صح دايما. ففي هذه الحاله الانتجريشن بتاع اي دي اي كوزاين ثيتا او اي دوت اي اللي هو بيتفك بي دي اي كوزاين ثيتا، الزاويه ثيتا ما بين 0 و90 هتديني كوزاين موجب، وعشان كده الشحنه الموجبه دايما ريليتد للالكتريك فيلد خارج بره، وده بالتالي بالضروره بيطلع فاي بوزيتيف. هنقول ان الفاي اللي طالع اوت لو الالكتريك فلكس لاينز او الالكتريك فيلد لاينز طلع بره كده اهو، يبقى ده فاي اوت وده هناخده بوزيتيف. الحاله دي هي الحاله المعكوسه بقى، ان انا عندي شحنه سالبه فالالكتريك فيلد لاين داخل على الشحنه اللي جوه، وهيكون الاريا فيكتور بالتعريف بتاعه هو عمودي على سطح البره. الانجل بتوين ذا تو فيكتورز از جيفن باي ثيتا، والزاويه دي منفرجه هتكون ما بين الانجل باي باي 2 والانجل باي. واحد يقول لي ليه خدت ثيتا هنا ما خدتهاش هنا، يعني هنا ليه ما خدتهاش هنا،
هي الفكرة إن أنت بتعرف سيتا إنها زاوية بين ديلين المتجهين، يعني you should connect the tails of the two vectors together and then find the angle between the two vectors. فالحقيقة المفروض إن الإجدة فيه تكون أقصر من كده، وأنا رسم طويل عشان الفيكتور يبقى واضح، بس هو المفروض إنه بدايته بتبقى هنا ورايح لجوه، يعني فدي الديلين متوصلين ببعض في النقطة دي، فدي الزاوية اللي بينهم اسمها سيتا يعني. ونتيجة كده هيبقى الكوزين بتاعها هيساوي رقم نيجاتيف، وبناء عليه لما يكون الكوزين نيجاتيف يبقى الفاي برقم نيجاتيف. بالتالي احنا هناخد ان الشحنة السالب بتؤدي الى خطوط داخلة، فبتؤدي الى زاوية منفرجة، فبتؤدي الى فاي نيجاتيف. فلما يكون الخطوط خارجة لبره، من الاخر الخلاصة ان الخطوط خارجة لبره يعني فاي اوت ده بوزيتيف وفاي ان ده نيجاتيف. طب لو انا عندي مسطح مقفول مفيش جواه شحنة خالص، يا ترى ايه الموقف؟ لو مفيش جواه شحنة اذا مفيش خطوط طالعة من جوه لبره او من جاية من بره لجوه، لكن لو مثلا في شحنة من على جنب كده، الشحنة دي مثلا لو طلع منها الكتريك فيلد لاين هيقطع السطح وهو داخل، وهو نفسه هيقطع السطح وهو خارج، ملوش سكة تانية، لازم يقطعه داخل خارج. فالفاي ان والفاي اوت قد بعض كمقدار، واحنا بناخد الفاي اوت بوزيتيف والفاي ان نيجاتيف، فهيبقى توتال فاي هو المجموع وبالتالي هيساوي صفر. اذا نستنتج انه لو كان الكيو انسايد الشحنات اللي جوه الفوليوم بيساوي صفر، هيبقى الفلكس اكروس ذا فوليوم بيساوي صفر حتى لو كان في تشارج بره. المهم التشارج اللي جوه، لان التشارج اللي بره هيبقى ليها كونتريبيوشن او مساهمه في الفاي ان والفاي اوت ايكوالي، وبالتالي المحصله بتساوي صفر. كذلك ممكن يكون فاي بيساوي صفر لو كان في جوه شحنات مجموعها بصفر، يعني مش بس في شحنه خالص، لا لو كان الشحنات مجموعها بصفر زي الدايبول مثلا. تو تشارجز اوف ايكوال ماجنيتيود اند انلايك ساينز، بشرطين مختلفتين واحده موجب واحده سالب. فمثلا لو ناخد نفس الماجنيتيود طبيعي دي هتطلع عدد من خطوط الفلكس قد اللي هتسحبه دي، ويبقى الفاي اوت البوزيتيف والفاي ان النيجاتيف الاثنين قد بعض، فلما يكون محصله الشحنات بتساوي صفر الفاي بيساوي صفر. لو كان عندي حالة فيها الشحنات الموجب أكتر فأكيد الفاي أوت أكتر والمحصلة فاي بتساوي رقم موجب، ولو كان النيجاتيف أكتر فاللي داخل أكتر يعني فاي إن أكتر يعني فاي توتال نيجاتيف. فبالتالي ممكن نسأل سؤال، هل في علاقة بين فاي ومجموع الشحنات اللي جوه؟ ممكن نطبق جاوس، ممكن نطبق كولومز لو على حالة فيري سامبل، حالة سهلة أوي عشان نوصل للنتيجة، إنه فاي بتتناسب مع كيو إنسايد زي ما شفنا قبل كده، لو كيو انسايد بصفر فاي بصفر، لو كيو انسايد بموجب فاي موجب، لو كيو انسايد بسالب فاي بسالب، وعايزين ثابت التناسب بيساوي كام. فلو خدنا سيمبل كيس عشان نشوف العلاقه هتطلع بيها، انا عندي تشارج موجبه وهحوطها دي بوينت تشارج، وهحوطها بجاوسين سيرفيس، هنسمي بقى السطح المهشر ده او المنقط جاوسين سيرفيس، على شكل كوره فور سمبلسيتي للتبسيط. هيكون طالع منها خط الكتريك فيلد لاين لبره، وعند اي نقطه من السطح بتاع جاوس ده هيبقى عندي الكتريك، هيبقى عندي اريا فيكتور طالع لبره كده اهو، والاثنين هيبقى بينهم انجل ثيتا بتساوي صفر، الاثنين متوازين. ليه بقى؟ لان الاثنين هنا هيتصادف ان هم في اتجاه راديال، الدي اريا عمودي على كوره فاكيد في اتجاه راديال لبره، والالكتريك فيلد هنا طالع من مركز الكوره في اتجاه راديال لبره، فالاثنين متوازين حتى لو رحت لاي نقطه ثانيه، لو رحت هنا برضه هتلاقيهم متوازين، لو رحت هنا متوازين، لو رحت هنا متوازين. فاحنا عندنا فاي بيساوي تكامل اي دي اريا كوزين ثيتا، ودايما ثيتا بتساوي صفر فالكوزين بتاعها بواحد. والالكتريك فيلد فاليو از اكسبكتد تو بي ايكوال ات اول بوينتس، انا عارف انها الالكتريك فيلد فاليو عند اي نقطه على بعد ار من الشحنه النقطيه او البوينت تشارج يساوي كيو على 4 باي ابسلون نوت ار سكوير. طالما انا واقف على نفس البعد ار، سواء بقى يمين الكوره شمال الكوره فوق تحت اي حته، طالما على نفس البعد ار اذا انا عندي نفس الكتريك فيلد فاليو، فده يعتبر كونستنت جوه التكامل يطلع بره. ويبقى عندي تكامل دي اريا على السطح المقفول بيطلع اريا، تكامل دي اكس بيطلع اكس، تكامل دي واي بيطلع واي، تكامل دي زد بيطلع زد، فتكامل دي اريا هيطلع اريا اللي هي السطح المقفول. فبالتالي الكتريك فيلد من قانون كولوم كيو على 4 باي ار سكوير ابسلون نود مضروب في المساحه بتاعت سطح جاوس 4 باي ار سكوير، فالمحاصره تطلع كيو على ابسلون نود، ويبقى كده قانون جاوس اكتمل الاطراف بتاعته. فاي بيساوي تكامل اي دوت دي اريا، دي جبناها من الديفينيشن القديم، وبعدين بتطبيق قانون كولوم على حاله بسيطه عرفنا نوصل للطرف ده، ان التكامل بيساوي فاي والاثنين مع بعض بيساوي مجموع شحنات جوه سطح جاوس مقفول، مش اي شحنه، مقسوم على ابسلون نود. الاثبات ده ما هوش روبست بروف، ده اثبات بسيط، والاثبات الاساسي اكبر من كده. فالمحصله اللي احنا عايزين نقولها ان جاوس لو مبني على كولومز لو، يعني كولومز لو هو الامبيريكال لو اللي ملوش اثبات، هو القانون اللي وجد بالتجربه العمليه والحقيقه
الموجودة في الحياة. يعني جاوسز لو ده مبني على كولومز لو، ولكن استعماله أسهل في حاجات كتير قوي، وبالذات كمان في الأدفانسد مايكرويفز بعدين، يعني في الكورسات الأعلى من كده الناس عادة بتتعامل مع جاوسز لو مش مع كولومز لو. كأمثلة لهذا الموضوع عندنا هنا كورتين أو شحنتين، هاي نقطة كيو واحد وكيو اتنين، كيو واحد دي اللي تحت وكيو اتنين اللي فوق، وبيقول لي عايز يعرف اذا كان فيهم واحده يعني اشارات الشحنات ايه ونسبه قيامهم لبعض ايه. انا شايف ان خطوط الفيلد بتطلع من كيو 2 وتروح لكيو 1، اذا اكيد كيو 2 بوزيتيف واكيد كيو 1 نيجاتيف. ده بالنسبه للجزء الاولاني. الجزء الثاني، لو انا عملت سطح جاوس حوالين الكوره او النقطه كيو 1، يبقى انا عندي هقطع 6 خطوط داخلين، ولو عملت كوره حوالين كيو 2 هشوف 18 خط خارجين. فإذا كان من قانون جاوس إنه فاي بيساوي سيجما كيو على إبسلون نود، أو فاي بتناسب مع مجموع الشحنات جوه السطح المقفول، فأنا ممكن أقول إنه نسبة فاي هنا لفاي على ده بتساوي نسبة الشحنة دي للشحنة دي. يعني السطح المقفول ده جواه كيو واحد فهيقطعه فاي واحد، وسطح ده جواه كيو سوري اللي فوق ده كيو اتنين فهيقطعه فاي اتنين، واللي تحت كيو واحد فيقطعه فاي واحد، فنسبة فاي لفاي هي نسبة كيو لكيو. نسبة فاي لفاي هجيبها من على الرسم، انه عدد الخطوط اللي خارجة من كيو 2 هي 18، وعدد الخطوط اللي داخلة لكيو 1 هي 6، فالنسبة هتبقى 1 لـ 3. في السؤال التاني هنا مديني نص كورة هيمسفير، هو حاطط بقى شحنة في المركز، فالشحنة دي نقطة في المركز هيبقى نصها داخل جوه الهيمسفير ونصها بره. فبيسألني سؤالين، بيقول لي عدد الخطوط اللي بيقطع الهيمسفيريكال سيرفيس الجزء التحتاني ده اللي هو نص كورة، وعدد الخطوط اللي بيقطع السطح الفلات. السطح الفلات سهل قوي، لان كل الخطوط لو افترضنا دي شحنه موجبه هتبقى خارجه لبره كده اهو، لبره كده اهو، او موازيه للسطح، او داخله بتقطع الهيمسفير. فالسطح ذات نفسه مفيش خط بيقطعه، يعني السطح ذات نفسه اللي بتنتمي اليه الشحنه دي الخطوط يا طالعه موازيه ليه يا عموديه عليه لبره، بس هي بتبتدي من النقطه دي، فهي مش بتلمس السطح، هي بتبتدي من النقطه دي وتبعد لبعيد كده او تبعد لتحت كده. عدد الخطوط اللي بتطلع بيساوي صفر، فدي جت الجزء التاني دي سهلة قوي اللي هي المفروض انها زيرو. الجزء الاولاني في السؤال هقول طيب اذا كان انا عندي الهيمسفير دي والفلات سيرفيس ده، طيب انا هقول ان انا ده سطح مقفول، الشحنة اللي جواه كام؟ هتبقى نص كيو، ويبقى الفلكس اللي بيقطع الهيمسفير على بعضها هيساوي مجموع الشحنات الموجودة، يعني فاي بيساوي سيجما كيو على ابسلون نوت، سيجما كيو في الحالة دي بيساوي نص الشحنة بس، يبقى أنا عندي كيو على اتنين ابسلون نوت، يبقى أنا عندي كيو على اتنين ابسلون نوت، ده بيقطع الهيمسفير كلها. الفلات سيرفيس زيرو، يبقى أنا عندي الفلكس يعني كله بيقطع بس الهيمسفير اللي تحت، يعني أنا عندي فلكس المفروض إنه بيقطع السطح المقفول كله، بس تصادف إن هنا الخطوط ما بتقطعش ده، هي بتقطع ده بس، فيبقى أنا عندي فلكس بيقطع هنا صفر، والفلكس بيقطع هنا حاجه معرفهاش. المفروض ان مجموعهم بيساوي الفلكس كله، الفلكس كله اللي هو ده اللي هو كيو ار 2 ابسلون نوت. فلو سالك يعني الهيمسفير لوحدها هو مش موجود في السؤال هنا، هو طالب الهيمسفير كلها على بعض، بس لو طلب منك الجزء التحتاني ده هو هيبقى زي النتيجه الكليه، لانه السطح الفوقاني ده اللي بيقطعه بيساوي صفر. في المساله دي هو مدي لك سطح مقفول على هيئه بارل بايبت، و الدايمنشنز بتاعته يعني عندي البعد ده اسمه الارتفاع اسمه A، والعرض ده اسمه B، والسمك ده اسمه C، ومحطوط على الكارتيزي كوردينيتس ابتداء من، يعني هو البوتوم بتاعه موجود في الاكس زد بلين، والحركة بتاعه بيبتدي من عند المسافة x بيساوي e. وفي الكتريك فيلد بالمنظر ده هو مديهوني ان هو 3 بلس 2 اكس سكوير في اتجاه i، وبيقول لي اذا كان ده هو الاي هات لي الفلكس فاي والشحنه كيو. الفلكس فاي اللي بيقطع في السطح ده والشحنه كيو جواه. طيب نطبق قانون جاوس. المساله دي شكلها رخم بس هي سهله جدا، لان الالكتريك فيلد في اتجاه مين؟ في اتجاه اي. طب كويس، اذا كان الالكتريك فيلد في اتجاه اي بالمنظر ده، المفروض ان انا هعمل دوت برودكت ما بين الالكتريك فيلد والست اسطح، علشان انا عندي الانتجريشن بتاع جاوس هو انتجريشن على سطح مقفول. الست اسطح دول بيعملوا 6 تكاملات منهم 4 على طول هيطيروا، لان اجري في اتجاه اكس هو مدهوني في المسافه في اتجاه اي اللي هو اكس، هيبقى المسطح الفوقاني ده في اتجاه جي كاب، المسطح الفوقاني هيبقى في اتجاه جي كاب عمودي على سطح البر،
واللي زيه من تحت في اتجاه ماينس جي كاب، فالاتنين دول لو ضربتهم دوت برودكت مع الاي هيطلع نتيجة صفر. كمان المسطح ده هو اللي في اتجاه زد كاب واللي في عكس زد كاب اللي هما هنا المنظر ده واللي ورا، لو عملتهم دوت برودكت في اتجاه اي صفر برضه، فمش هيعيش من الستة غير تكاملين بس. التكامل اللي هو بيمثل السطح الوراني الموازي لواي زد بلين او اللي هو عمودي اتجاه اكس، السطح ده ليه فيكتور بيمثله في اتجاه عكس اكس، والسطح ده ليه فيكتور بيمثله في اتجاه اكس اللي هو هيبقى الوراني من هنا والقدماني من هنا. خلاص طبق على طول ان تكامل اي تكامل الالكتريك فيلد في الاريا هيبقى الاريا ده هي والاريا ده هي. انت كل اللي هتعمله ان انت تعوض بالاكس حيث هذا السطح، لانه الالكتريك فيلد فانكشن في اكس يعني 3 زائد 2 اكس تربيع. عند هذا السطح كله الاكس رقم ثابت اللي هو اكس بتساوي ايه، وعند هذا السطح ده كله الاكس بتساوي ايه بلس سي، المسافه ايه دي زائد المسافه سي. فانت كل اللي هتعمله انك هتعوض بالاكس عند السطح ده وده، الاي عندنا ب 4 من 10 واي زائد سي ب 1 يعني 4 من 10 6 من 10 ب 1، فانت هتعوض عن اكس على سطح اريا 1 اللي هو بعيد هنا ب 1، وهتعوض على السطح الوراني ب 0.4. وبعدين الالكتريك فيلد هيطلع لك رقم ثابت لانه فانكشن في اكس بس، فهترميه بره التكامل وتكمل اريا 1 وتكمل اريا 2. الاريا بتاعت 1 اللي هي اي في بي، والاريا بتاعت 2 برضه اي في بي، بس فرق اشارات نتيجه ان العمود على اريا 2 عكس زد عكس اكس، والعمود على اريا 1 في اتجاه اكس. وتروح مخلص شويه ارقام وتلاقي في الاخر الفلكس بوينت 2688 نيوتن متر سكوير في الكولوم. وانا عارف ان سيجما كيو بتساوي ايبسلون نوت 5، فانا طلعت 5 اضربه في ايبسلون نوت يطلع 2.37% بيكو كولوم، البيكو اللي هو 10 اس ناقص 12. شكرا للاستماع، ارجو تكونوا استفدتوا.